لك سيوف الماضيات ومحام الناس يضلهم الناس يضلهم وربعي وربعي شمس وبحر من حيث أهل الوسط من حيث أهل الوسط ما عاد فيهم وصل انقص حبل الرجل انقص حبل الرجل منهم فلا لا وصل بالسيف لو كان بالسيف قطعت العادي وصل لا شك في جزيرتي عايط علي بحر كلهم هدوا الجزيرة وراحوا سكنوا في البر في مدينة جديدة على يانا عاد قلت لهم بتزوج وبضل في البيت اللي مو عاجبكم شي في البحر لي بس واضمروا الماي بالتراب كاه المواتر تمشي على روسنا أحس بها مثل المطارق تضرب براسي قلت لهم صوتكم غريب بيوتكم غريبة أدور الحوش ما لاقيه أدور السكة ما لاقيه هذا الجسر ما بشقعه من الفريج إلى المقبرة بنقبر المقبرة بعد هذه اللي قاصر غفلتني وراحت الله يهداه ما انتظرت حتى يجيتي من الشغل عيال هالزمن ما سمعوا كلامي خلوني وراحوا انا اقول حسين وين بنتغدى اليوم تراني ميت من اليوع انت تسأل ساعات اسئله ما لها معنى كلش وين من تغدى بعد في القهوه زين عاد زين جمعي جرا مشكور عليكم بالعافيه الله يعافيك حياك ابوي مشكور يا ابو مشكور عليكم بالعافيه ولدك محمد ما عليك منه السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام قاعد قاعد اشرب شاي ما يصير ما ترجع البيت ولا تقول لنا وين رحت يعني بكون وين شفتني ركبت البانوش رحت الحسن كان مقعد قدامك رحت الفريج ادورك الدوره يا اهله والله اصغر عيالك قهوه شحن لا تجي قدامك يبا ليش غيرت قانون الباب يخاف تشردي الغنم زي سويت بي يبقى الغدا جاهز الواحد كم مرة يتغدى في اليوم بعد خلي يبون لي الشاي هني تبي شيء ثاني؟ روحي روحي.
يا أم محمد من وحشة الأيام. ما بتغفي عيوني إلا لين أشوفك قدامي. مو مصبرني على هالوحشة غير شوفتك اللي طولت. بس لو أشوفك أشم دهن عودك بخورك. الله مثل نايم سهيل لهبت نسايمة على الديرة. والله يوم اللي تيني لعلك ثوب النشل وبشر أهل الفريج كلهم برجعتك. بس لو ترجعين يا ريحانة البيت. الله هذا الشاي العدل. سلمين لي يا أم محمد. ولدك يخلي الشقالة تسوي لي شاي. أنا زين أشرب من شاي القهوة لأن حسين عودني عليه. دمعي جرى بالخدود والجفن عاف الرقادي مما طرى بالفؤاد والناس عني رقود وانا بصوتي انادي الداد يا اهل الوداد بالجفا والصدود يا من صفه له ودادي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله الله كفو عليك يا أم محمد. كفو والله كفو. البخور الطيب. جزاك الله خير جزاك الله خير يا أم محمد. يلا ياسم ابو محمد. حياك حياك يا حسين. السلام عليكم. هلا هلا حيا الله ابو علي. اعرفك ما بتقعد بيت ولدك. ايه احد يهد بيته ويسكن بيت عياله. انا قلت لهم ما ابي اسكن معاهم في البر. احد يبني بيته في الصحراء ويهد البحر وريحه البحر. وانت الصاج يا حسين من يقدر. زين قوم صلي على النبي. ما تشم ريحة هالبخور الطيب. أنا ما شم شيء من زمان. عفا عطني يدك. يلا 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 رحمتك. حياك حياك. يا
الحياة كانت صعبة يا أبوك، صعبة وايد. واللي كان مهون علي يوم اعتقلوني الإنجليز، نطيفة كان يزورني كل يوم في السجن، كانت تقعد تسولف لي عن أخبار الديرة وأهل الفريج. يوم هدوني من السجن فاجأتني يدتك بثوب النشر، ثوب البشارة، قالت لي خل كل أهل الفريج يعرفون إنك ريال شهم وما تهاب الخطر. والله يا أبوك يوم اللي تهل عليه بضلته لعلك ثوب النشل فوق السطح وخليه رفرف مثل ما سوت لي. ما يصير كذي يا يبا، بعدين أي ثوب نشل بتعلقه حق أمي؟ بعدين بيت القديم انسى، خلي قاعد معانا هني احسن. ايش حقه احسن؟ هناك بيتي وزوجتي، هناك امك يا ابوك. مو امي ماتت يا يبا، امك ما ماتت، امك راحت تزور اخوك وبترجع. اخوي بعد مات يا يبا. انت الحكي ما ينفع معك، اقول لك ما ماتت، راحت تزوره وبترجع. واللي يرحم والدك يبا، ركز معاي شوي. زوجة حسين وين هي؟ زوجة حسين اعطتك عمرها من يوم ما كنت احبي في الحوش. مو امي بعد ماتت، عقب ما مات اخوي بحادث السياره. عمرك ما بتعرف ان اللي يحب ما يترك محبوبه. وبشارة ايتها بتشوفها معلقة فوق البيت.